السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن أصول تفسير الأحلام، وعنوان الحلقة عن رؤية مبشرة لما يحدث في الجزائر تبين وحدة وصمود الشعب الجزائري الحبيب. أحباب الله، أحد الأحبة في الله بعث لي رؤية من الجزائر على اليوتيوب، قال: في بداية الحراك رأيتني وأنا متوجه إلى المنزل والوقت متأخر ليلا، فجأة وجدت نظري شاخص في السماء ورأيت صواريخ تقذف باتجاه الجزائر، ثم رأيت مضادات الصواريخ الجزائرية تفجر تلك الصواريخ، وكنت أسمع دوي انفجارها في السماء وأنا أبتسم. انتهت الرؤية، هل من تفسير؟ أحباب الله، أول شغلة، الابتسامة في الرؤية بتدل على الهم والحزن، يعني الرؤية ما هي شخصية للشخص، هي رؤية عامة بتدل إنه الشعب الجزائري مهموم وحزين على ما يجري في الجزائر. بقول لك إنه متوجه إلى المنزل، يعني الشعب الجزائري بيحب بلده كثيرا جدا، يعني شعب مخلص لبلده وكثير بيحب بلده وكل اتجاهه لمصلحة الوطن، يعني مصلحة الجزائر. وكان الوقت متأخر ليلا، تأخر ليلا بتدل على الظلام، من الظلم اللي موجود في الجزائر والفتن اللي موجودة في الجزائر والهموم، هذا معناه التأخر بالليل. وقلنا فجأة وجدت نظري شاخص في السماء، هاي بتدل على أن الشعب الجزائري أكثريته أو كله بنظروا إلى السماء، يعني إلى رب العالمين بالدعاء، بيبتهلوا إلى الله بالدعاء إنه يخلص الفتن الموجودة بالجزائر على خير وتكون لمصلحة الشعب الجزائري. بقول لك ورأيت صواريخ تقذف في اتجاه الجزائر، هاي بتدل إنه الفتن الموجودة بالجزائر أسبابها إنه في ناس بتكيد وبتمكر وبتحرك الفتن بالجزائر من الخارج، يعني دول ومنظمات خارجية هدفها تدمير الشعب الجزائري وفك صفوفه وحجزه. بس سبحان الله، رأى مضادات الصواريخ الجزائرية، يعني في ناس واعيين مستوعبين وعارفين انه في ناس ودول ومنظمات بتمكر لشعب الجزائر، عشان هيك في ناس واعيين بردوا على هاي الفتن وبدافعوا عن الجزائر وفقفوا عنده مضادات للصواريخ، اللي الصاروخ لو وقع في الجزائر يعني راح يصيب أهل الجزائر، بس لأن المضادات فجرت الصواريخ اللي جاية على الجزائر، إذا كل العواء والنباح تبع الدول الخارجية والكيد والمكر اللي بيسووه لأهل الجزائر ووحدة الشعب الجزائري راح تبيئ بالفشل، والشعب الجزائري بإذن الله راح يكون إيد واحدة، والله يكون معاه سبحانه وتعالى. لأنه أنجا أقول لك إيش، فجأة وجدت نظري شاخصا للسماء، فهذا يدل على دعاء وإيمان الشعب الجزائري بالله وبالدين، وإن الله سبحانه وتعالى راح ينجيهم من هذه الفتن، وبإذن الله هذا ما سيحصل. وخسأ الخاسئون أعداء الجزائر الوطن الحبيب إلى قلب كل عربي وكل مسلم، لأنه بعرف الشعب الجزائري شعب كله رجال، شعب ما بخاف إلا رب العالمين. عشان هيك اللهم انصر أهل الجزائر ووحد صفوفهم وابعث لهم قائد يحكمهم يكون بخافك ويكون حاكم عادل يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة للرؤية، الله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.